نشوف ردة الفعل من قبل الجانبين. نبدأ أولا بلاعبي الاتحاد بعد نهاية المباراة. والله لا، ما فيش يعني الفريقين كبار، نادي الهلال ونادي الاتحاد، يعني ما فيش حاجة اسمها بتلعب في أرضك وبره أرضك، يعني زي ما هم جابوا النهاردة اتعادلوا معانا 2-2، طبيعي جدا انت ممكن تروح هناك تكسب زي ما مر السنين اللي فاتت والاتحاد كسب والهلال بيكسب، فرق كبيره وما تعرفش النتائج، يعني ما ملهاش مقاييس تلعب في ملعبك وبره ملعبك. انما النهارده المباراه يعني انا شايف ان احنا مش هو ده مستوى نادي الاتحاد، يمكن الموسم زي ما الناس كل الناس عارفه ان هو نادي الاتحاد بيمر بظروف صعبه، يمكن مش هو ده المستوى، وحتى انا شخصيا يعني مش ده مستواي، يمكن مستوى ممكن يبقى احسن من كده بكتير مع المجموعه، فان شاء الله ربنا يسهل المجموعه ان شاء الله يعني ترجع تاني. وانا جاي نادي الاتحاد وعارف ان اللعيبه المواطنين اللي موجودين يعني لعيبه كويسين جدا. لا، ما فيش حاجه اسمها ما حدش يقدر ينقلني غصب، يعني غصب عني اكيد، لا انما انا زي ما قلت قبل كده انا تحت امر نادي الاسماعيلي، لو نادي الاسماعيلي يمكن في تفاوض بين نادي الاتحاد ونادي الاسماعيلي وفي موافقه، انا قلت كذا مره انا يعني انا مرتاح، يعني شايف المجموعه مجموعه هايله جدا، وانا حاسس ان انا وجودي والسنه الجايه لو انا كنت موجود معاهم وان شاء الله نعدي بالظروف اللي احنا مرينا بيها السنه دي انا هادي بشكل افضل من كده. لو في نصيب في، ما فيش ده نصيب في كل حته سواء هنا او في اي مكان، انما في الاول وفي الاخر لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه، انا مركز في الاعاره بتاعتي وربنا يسهل وادي بشكل كويس دايما يا ماشي الحمد لله. نحمد الله ونشكره، طلعنا بنتيجه ممكن نعتبرها لنا خساره. يعني ان شاء الله ان المباراه امتعت الجماهير الحاضره اليوم، وباقي مباراه ثانيه ان شاء الله نقدم فيها المستوى المأمول. ثاني شيء اشكر الاخوان في الاستديو على الاشاده هذه، وابد ما في شيء جديد، يعني بس اللي حاصل من بدايه الموسم مو بسعودي قاعد يشتغل بالحاله، المجموعه كانت تشتغل بالحاله، اوكي بدايه الموسم كان فريقنا مو ظاهر بمستوى المأمول، نهايه الموسم بدا الفريق مع طريقه المدرب الجديد بدينا ننتهج طريقه جديده، والحمد لله يعني سعود لما يظهر سعود مو بالحاله مع المجموعه، المجموعه كلها تظهر سعود اكيد انه راح يظهر، حتى لو سعود ظهر بافضل مستويات المجموعه ما هي ظاهره سعود ما راح يبان، بس دائما تعرف يمكن اخر اربع مباريات خمس مباريات المجموعه كلها ظهر على اساس كذا ما يبان اي لاعب انه في مستوى نازل. الحمد لله على كل حال، طبعا يعني تعرف لسه باقي شوط ثاني، ولا يمكن التغييرات اثرت علينا، يمكن اسامه انصاب وصارت لنا امور كثير، يمكن الشوط الاول حتى كورتين حقت فوزي اللي كانت تخلص من الشوط الاول كورتين تبع فوزي. انا كلاعب اصلا احتاج لي صانع لعب، طول ما انه ما عندك صانع لعب مستحيل حتقدم اكثر من اللي انت بتعطيه. لكن الحمد لله على كل حال، انا اقول لك على الفريق هذه نتيجه المباراه، اليوم الهلال ما قصر، لكن ان شاء الله عندنا شوط ثاني هناك، ودائما نحن طمنا نحط نفسنا في اوقات صعبه، بالعكس عندنا شوط ثاني ان شاء الله نقدم فيه. غضب جماهير هنا. لا طبعا امر طبيعي، يعني هذه اول مره، بالعكس هرماش ما سجل وغيره ما سجل ولا احد زعل عليه، يعني جات عليه يعرف احد بيزعل عليه، بالعكس يمكن الناس عشان دائما بتهتم وتعتمد عليك في الهجوم، فالامر طبيعي الناس بتزعل عليكم، من حقها الناس تزعل، لكن بالعكس انا اشوف انه ما لا 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 امر طبيعي. حسين، اذا كنت بتعلق على موضوع اللي قاله الاستاذ خالد بانه الغيابات في الهلال اكثر تاثيرا، ثم ايضا اسالك عن مساله الذهاب والاياب، حسني عبد ربه يتحدث عن امر مهم وانه يعني مباريات الهلال والاتحاد ما فيها ذاك التاثير لمساله الذهاب والاياب، يعني الهلال اليوم على ارض الاتحاد تعادل، فبالتالي من الصعب ان نتحدث عن افضليه لفريق على ارضه. ايه اخوي عادل، بالنسبه لتعليق القيابات اعتقد اخويا خالد ما وفق صراحه، الاتحاد عانى كثيرا لغياب محمد نور، يعني محمد نور ولا سيما في مباراه الهلال تحديدا يكون له حضور مختلف عن بقيه المباريات، فبالتالي الاتحاد افتقد محمد نور كقائد وافتقده كلاعب داخل الملعب، واستشهد بتصريح نايف هزازي اللي ذكر انه الاتحاد كان يلعب بدون صانع لعب، فعلا حتى اهداف الاتحاد كانت مجهود شخصي من حسني عبد ربه، ضرب كرة ثابتة والكرة الثانية هو اللي صنع الهجمة هو اللي سجلها. طيب بالمناسبة حسني أيضا يتحدث عن أنه أو عفوا نايف هو مثل ما قلت يقول بأنه أنا محتاج لصانع لعب، يعني ما أقدر ألعب بدون صانع لعب. نعم الاتحاد واضح التأثير، يعني حتى الأهداف الأربعة بشكل عام باستثناء الهدف الأول حق الهلال كانت أهداف اجتهادات ليست جمل تكتيكية مميزة، باستثناء هدف الفريدي اللي شاهدناه تمرير من عادل الهرماش
الى احمد فريد واستطاع بمهاره فرديه ان يسجل هدف الاول للهلال. نعم. الاهداف الثلاثه الباقيه كانت هي نوع من الشهادات الشخصيه، والهدف الثاني نادي الهلال ربما اخطاء الدفاع الاتحاد ساهمت في وصول الكره الى الى سالم الدوسري وتسجيله بطريقه جميله جدا. طيب. لكن مساله الغياب في نادي الاتحاد كانت مؤثره اكثر من نادي الهلال. الهلال شاهدنا الموسم هذا يقدم مستويات جدا كبيره، لم يكن معه ويلي هامسون منذ بدايه الموسم. نعم اسامه هوساوي لاعب مميز وله ثقه دفاع الهلال، لكن هجوم الاتحاد كان قايم، بالتالي لم يكن هناك تاثير لقلب الدفاع نادي الهلال، بعكس لاعب يكون في وسط الميدان لان عمليه السيطره على اللعب والاداء الفريقين غالبا ما يكون محصور وسط الملعب، وهذا يتفوق فيه الهلال. طيب. في الشوط الثاني تحديدا اللي سجل منها هدف الثاني، اعتقد لو كان في لاعب محمد نور ومحمد ابو سبعان في الوقت الاخير من المباراه ربما ما تقول ان هذا النتيجه. بس قلب الدفاع يا حسين يعني لا يقل اهميه عن اي مركز اخر، بالعكس ربما هو من احد الاعضاء او اجزاء عمود الفقري في النادي، قلب الدفاع والمحور والمهاجم، فبالتاكيد هو ايضا غيابه مهم وقاتل لاي فريق اذا كان لا يملك البديل الجيد. لكني خليني اتكلم عن حسني عبد ربه، هو يقول مرتاح مع الاتحاد، هل تعتقد من الاتحاد محتاجه وسيحرص على بقائه في الموسم القادم لانه حتى الان لا يوجد مفاوضات رسميه؟ حقيقه حسن عبد ربه هو افضل السيئين في لعب الاجانب، يعني الاجانب الاتحاد هذا الموسم ليس بالمستوى، في فترات سابقه شاهدنا مستوى اجانب افضل، الموسم الحالي جميع الاجانب باستثناء حسني عبد ربه ربما يقدم مستوى جيد. اللاعب ذكر انه غير راضي عن المستوى اللي قدمه على الاتحاد، وهذا دليل انه ما قدم المستوى اللي نعرفه عن حسني عبد ربه اللي شاهدناه في منتخب مصر او مع الاسماعيلي او حتى مع الاهلي دبي. طيب. فبالتالي حسني عبد ربه الى الان لم يصل المستوى اللي هو يرضى عن نفسه، وهذا انعكس اداء في نادي الاتحاد. حسني عبد ربه باستثناء مباراه الهلال عفوا وفي كذا مباراة ظهر بصورة جيدة، لكن لا ليس بالمستوى اللاعب اللي ممكن الاتحاد يتمسك فيه من أجل التجديد مع الموسم القادم، هذا نقطة. النقطة طيب. الثانية حسن عبد ربه لم يكن أفضل من ويندل، يعني ويندل قدم مستوى جيد مع الاتحاد وشاهدناه كيف يساهم في إنجاز نادي الشباب. المسألة تتوقف على إدارة نادي الاتحاد وقدرتها على المحافظة للعيبة الأجانب وقدرتها على التفاوض سواء من عدد إسماعيل أو مع أي لاعب ترغب في استقطاب نادي الاتحاد. طيب.